خلص انتو لا تاكلوا هم. انتو شو عم تعملوا عندكن؟ ما بتعرفوا انه ممنوع حدا يوقف بهذا الممر؟ وانتي كمان يا ناني هون؟ معقول انتو ما بتعرفوا انه انا ما بحب اسمع ولا صوت قريب من غرفتي نهائيا؟ وانتي سمان؟ مبين عليكي انك صرت كتير منيحة وليكك واقفة على رجليكي هون، بعتقد انه صار لازم تضبي غراضك وتمشي من هذا القصر بأسرع وقت ممكن. يا ناني جهزي كل الترتيبات مشان سمان تمشي من القصر فورا. سمان سمان ناني ناني شو اللي صار هلا؟ سمان الوحيدة اللي بتقدر تساعدنا مشان بريا، لأنه أنت على طول مشغولة بترتيب غراض البيت، وإذا أنا ضليت مع بريا أكيد وقتها كل الناس رح تحكي علينا. ناني ناني أنا مستحيل أعمل أي شيء بدون مساعدة سمان. هلا كيف بدي أصير وصل رسائلي لبريا؟ أنت طول بالك وأنا رح أتصرف. سمان حبيبتي استني شوي، ما رح تروحي ولا عمكان، انتظري هون وخليني اشوف. شو اللي عم يصير هون؟ سمان انتي ليش عم تضبي غراضك؟ ولوين بدك تروحي؟ طيب وليش؟ جلالتها أمرت هيك. سمان لازم تروح من هون فورا. لا سومي ما رح تمشي، كيف هالشي ممكن يصير ناني؟ سمان رفيقة طفولتي الوحيدة، ممكن ما تكون موجودة بعرسي؟ مستحيل هالشي. ناني لا تخلي سمان تمشي من هون، أنا هلأ رح أحكي مع الملكة. سمان يا بنتي الله يوفقك لتبكي، أكيد الأميرة رح تقدر تقنع الملكة إنه تضلي هون. طيب بركي ما صار هذا الشي يا ناني. شو؟ كل هالترتيبات لازم تكون جاهزة اليوم المساء، إذا صار أي أهمال ما رح سامحكن أبداً، مفهوم كلامي؟ حضرتك كيف تصرفتي هيك مع سومان؟ وانت بتعرفي منيح انه هي البنت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.